بالنسبه للسنه الامازيغيه اولا بعدها كنقولوا لكم سكواز ذا ماينو ذا ميمون ذا مسعود يعني بلسان اهل الريف. وبالنسبه حنا المنطقه ديال الريف يعني ما نقولش من عادم كاين مثلا بالجمعيه الامازيغيه كيحتفلوا بها كاين شي اسر امازيغيه. انا بالنسبه ليا كنت باقي صغير وكانت الجده ديالي الله يرحمها كانت كتحتفل معنا بالناير كتقول لنا الناير كدير لنا شي واحد الاكله كيقولوا له حنا سميتو يا ربي سميتها شاتلي سميتها. مهم وبالنسبه للاخوان ديالنا في الامازيغ ديال السوس والاطلس كيحتفلوا بها يعني الحمد لله هذا العام يعني الحكومه ولا الدوله ديالنا في المغرب دارت خصت واحد اليوم الوطني يعني بالنسبه للسنه الامازيغيه يعني يوم عطله مؤدى عنه. وكنتمنوا ان شاء الله تحيا الثقافه الامازيغيه يعني احنا بغينا الثقافه الامازيغيه اللي تحيا يعني تكون يعني احنا كامازيغ او عرب يعني احنا كلنا مغاربه ديال واحده. كنتمنوا ان شاء الله الامازيغيه تمشي لقدام يعني الامازيغيه ماشي غير ماذا كي كنقولوا غير الغناء ولا بسميتو. الامازيغيه راه تاريخ امازيغيه راه ثقافه امازيغيه راه اصل يعني الا رجعتي للاصل الاصل راه يعني الرجوع للاصل لاصل يعني كنبغي نقولوا مثلا الشمال افريقيا راه كانوا امازيغ وامازيغ عندهم تاريخ. الامازيغ هما اللي كانوا السبب باش فتحوا الاندلس ومهم هناك تسمى شخصيات بارزه للامازيغ وما بينهم محمد بن عبد الكريم الخطابي والمنطقه ديالنا للريف والمنطقه ديال ازغنغان باقليم الناظور كان عندنا واحد المجاهد كبير الشريف محمد مزيان وباقي المجاهدين واللي حروا هذه البلاد واللي وقفوا عليها واللي نشروا الاسلام في الاندلس كانوا امازيغ. ونتمنى ان شاء الله يكون الخير. الحمد لله فهذه اول احتفال في 2024 ديال السنه الامازيغيه الجديده اللي هي 1794 اللي هي حقا ف امازيغ هو اصل المغاربه اصل المغاربه بدقه لان فعلينا دائما فهاد السنه ان شاء الله السنه الاولى ان تكون السنوات المقبله من حسن الى احسن. فبصراحه نبركوا المغرب قاطبه الشعب المغربي قاطبه بالسنه الامازيغيه 1794 ونتمنى ان شاء الله تكون هاد الاحتفال تكون خطوه الى الامام بالنسبه للشعب المغربي. اول حاجه سكواسا مباركة سكواسا ماينو سكواسا غوداني كل مازيغنا اهلا غسد السنه 1974 سنه سعيده لكل الامازيغ فيما كانوا. بالنسبه للاحتفالات قلالو ما بقاوش كما كانوا شحال هذه. ولو كنشوفوا الاحتفالات العصريه كيفاش العصريه كيكونوا مهرجانات وكيكونوا انشطه سنوي في هذه الوقيته بين 11 حتى 14 في الشهر في اي مدينه خصوصا حنا في السوس مثلا كاينين مجموعه ديال الاحتفالات في مدن كبرى مثلا تيزنيت واكادير فيها احتفالات من نهار 11 بداو. ولكن دوك الاحتفالات اللي كانوا شحال هذه في الديور وفي المواضع كما كنقول ما بقاوش نقصوا بزاف يعني كنشوفوا بانه نقص داك الشيء حيت دايرين دابا احتفالات عصريه. بالنسبه للسنه الامازيغيه الاغلبيه ديالهم كنا شحال هذه في الديور كيصاوبوا اكلات مختلفه على حسب كل منطقه واكله ديالها. كاين اللي كيدير اوركيمن كاين اللي كيدير تاكله كاين اللي كيدير بركوكس. بالنسبه لاوركيمن هي اكله كيديروها في السنه الامازيغيه ولا السنه الفلاحيه كيكونوا فيها سبعه ديال الحبوب يعني سبعه الحبوب بحال قلتي كيهديوهم الارض باش العام يكون زين. وبالنسبه لتاكله راه كتكون في الطحين ديال الذره. اما بركوكس راه معروف يعني الاحتفالات ما بقاوش كما كانوا شحال هذه ونقصت بزاف مقارنه بالسنوات اللي كان حيت الاغلبيه دابا ولا كيكونوا احتفالات عصريه مثل مهرجان وشحال من حاجه. السلام عليكم. واول حاجه كنحيي الشعب المغربي بهذا التراث الامازيغي. هي بصراحه كنشكركم بعدا نتوما اولا حيت فكرتوا انكم تهضروا على هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع زواون
بصراحه كيفكرني هادشي في الصغر فاش كنت كنحتفل مع العائله وحنا ديك الساعه صغار. صراحه هادشي كيضرب في الخاطر لانني دابا ما كنهضرش مزيان بالشلحه ما كرهناش، ولكن هادشي كيذكرني بشي حوايج اللي زوينين. بار اكزومبل دابا في الطفوله كانوا جدي وجداتي والعائله كامل كنتجمعوا هكا وكنضحكوا وكنحتفلوا تعتبر بحال العيد حنا عندنا دابا هاد النهار هذا. هي بصراحه حاجه مزيانه وهادشي اللي كاين. شنو نوع الاحتفال مثلا الاكلات اللي كانوا كيحطوا؟ باقي اللي باقي كنعقلاني كانوا كيحطوا هذوك الفواكه الجافه واتاي وكنتجمعوا العائله كاملين بحال هكا بركوكش. المهم وكنديروا كسكسو حنا في الغداء، هذه حاجه مهمه كسكسو بالتمر. هادشي باقي عاقل عليه انا، ما عمري غادي ننسى الذكريات ديال الطفوله بصراحه. كنشكركم المغاربه وهنيئا لكم بهذا التراث الامازيغي، وشكرا ونهاركم مبروك وساعه سعيده. احنا الاحتفال انا بان شخصيا بعدا دائما كنحتفل به كل عام. نهضر بلسان ديال الريف قاغوم يايف ما يمازيغن يجو سكواس ذا ميمون ذا مسعود نسيتي مزيان رب العالمين ان شاء الله. هذه يجو سكواس يشنا يجو سكواس سبحان يمر الكلوس يجان بدون شتمر نعرفها. كنقول لك سنه سعيده لكل الامازيغ ولكل يعني المغاربه ولكل احرار العالم اينما كانوا. تحيه امازيغيه عربيه اسلاميه خالصه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.